موجود أنا عندي في هذا المسار فبروح بغير المسار، بكتب هنا بايثون أو جوبيتر لاب. كيف؟ لو فتحته من وين؟ بمشي الحال، بمشي الحال. بس أنا رحت على المسار هداك بحيث أي نوت بوك أنا أنشئه بروح، يعني بيتم إنشاؤه، يعني بقدر أستعرض المجلدات اللي هنا. يعني هنا لاحظ إنه أنا إيش بستعرض؟ بستعرض اللي هو الـ الـ الملفات تبعت البروجكت نفسه، تمام؟ بحيث إنه أنا لما أخزن نوت بوك خلاص بتخزن هناك، برفعه على الجيت هاب. لو شغلته مباشرة بروح بفتحه، بفتح لك النوت بوك، أو بدك تنشئ نوت بوك بفتح لك إياه في المسار هذاك، تمام؟ الآن بدنا نروح هنا على البايثون نوت بوكس ونعمل هنا نوت بوك جديد وبدنا نسميه بايثون كولكشنز. ايش هي البايثون كولكشنز؟ بدي احط لك اياها as a markdown as a list. هي عبارة عن lists و tuples و dictionaries و sets، تمام؟ وبعديها ان شاء الله بس نخلص الكولكشن بدنا ناخذ the classes. ف نبدأ بالليست. طبعا الليست هي الاري، لو انت يعني انه اللغة اللي انت بتتقنها اكثر شيء سي او سي بلس بلس او جافا. الليست في البايثون، انه الفكرة في الموضوع انه، او خليني اقول لك ايش الفكره في الكوليكشن بشكل اساسي. ليش انا محتاج الكوليكشن؟ البريمتيف داتا تايبس، انه انا في عندي بقول انه الاكس 10 بعدين 20، الان ال 10 طارت، ما بقدرش انه احتفظ، وانا محتاج التو فاليوز هذول. فالبريمتيف داتا تايبس كانتجر او فلوت او دبل تقدرش تحتفظ بهاي القيمه. انا ايش بدي؟ بدي، تمام، انه طريقه انه اقدر احتفظ بالتو فاليوز. هاي هم موجودات زي هيك. والليست انت ممكن انه انت تعمل فيها اكثر من تايب، يعني ممكن تحط انتجر وفلوت وسترينج، حتى اذا بدك تحط بوليان. البوليان انت عندك الترو والفولس كابيتلايزد الفيرست لتر. ممكن تعمل ليستد ليست، ليست جوا ليست، تمام؟ طيب كيف بدك تعرف الشغلات المتعلقه بالليست او الميثودز التابعه للليست؟ طبعا الحفظ في الشغلات هذه مستحيل، مش هتقدر انه انت تحفظ، بس بشكل سريع ممكن انه انت تعمل دير دي اي ار لاوبجكت، تمام؟ فبيجيب لك اياهم كل الميثودز التابعه زي هيك. عشان اعمل لك اياه بريتي برينتنج، كل الشغلات اللي لها علاقه بالاندرسكور هذه حاجلها شويه لغايه لما نخلص الكلاسز، تمام؟ وهنا
بدك تلاحظ النيمينج كونفنشن، والنيمينج كونفنشن هذه شغله بدها تكون موجوده عندك في الاكواد اللي انت بدك تسلمني اياها، سواء كان انت عندك في الفاريبلز او في الفانكشنز. الفاريبلز عاده النيمينج كونفنشن تبعها ايش بيكون؟ ناون فريز. تمام، يعني على سبيل المثال ما تسمي لي اكس و اي و بي وكل هاي الشغلات، لا، لما اجي اقول لك متغير اسمه كار سبيد، واضح تماما انه هذا الفاريبل ايش القيمه بيحتويها، سرعه السياره، واضح جدا. والفانكشن النيم كونفنشن تبعها ايش بيكون؟ فيرب فريز. الفاريبل ناون فريز والفانكشن فيرب فريز. الفاريبل ناون فريز والفانكشن فيرب فريز. ليش؟ لانه هي بتسوي اكشن، بتسوي اكشن. تمام، فبالتالي لاحظ انه هذه عباره عن فيرب ابنت، والنيمينج كونفنشن تبعها واضح جدا. ايش ابنت يعني بتسوي؟ تعمل اضافه في الاخر. نعم، كلير بتمسح كل العناصر الموجوده في الليست، فبالتالي بتعمل لك ليست فاضيه. كابي، هذه الشغله كثير مهمه. ليش؟ لانه انت لو عملت ليست واحد بتساوي ليست اثنين، هذول عباره عن ريفرنسز في الذاكره، لو غيرت على واحده بتغير على الثانيه، فانت بدك تعمل تو ليست منفصله، بدك تاخذ منها نسخه، لو عدلت على الاولى ما تعدلش على الثانيه، فبتاخذ كابي ساعتها. كاونت بتعد العناصر، اكستند بتوسع الليست. البراميتر هنا اللي بتاخذها في الابند عباره عن عنصر، لكن هنا لازم تديها ليست. بالضبط بالضبط، تمام. الاندكس بتجيب لك الاندكس تبع عنصر معين، انسرت بتديها تو باراميتر، الاندكس والفاليو، اعمل لي انسرت في المكان الفلاني الفاليو الفلانيه، بوب، شغلتين، بترجع وبتحذف اخر عنصر، ريموف تاخذ الباراميتر الاندكس بس. نعم، ريفرس تعكس الترتيب، سورت بترتب. بالضبط، تمام. طيب هنا يعني عندي ال1 بتساوي 1 2 3 وال2 بتساوي 4 5 6. الآن لو عملت ال1 زائد ال2 كونكاتريشن، تمام، هي نفسها نفس الاكستند. لو انت عملت ال1 دوت اكستند ال2، هي معناتها الاكستند. اما الابند، تمام، انه انت بتيجي هنا بتقول انه انت عندك على سبيل المثال هاي الليست دوت ابند، لازم تكون انه انت عندك القدره انه انت تتعامل مع الشغله هذه. مش هذه ليست اوبجكت دوت، بيجيب لك ايش الفانكشنز اللي تابعه له وبتعمل ابند لسبعه. طبعا هنا لازم يكون اوبجكت، اوكي. فهنا ال3 تمام، هاي الفرق بين الابند والاكستند. تمام، باقي شغلات انه انت ممكن انه انت تجربها بنفسك، والدوكيومنتيشن تبع البايثون موجود انت عندك. وزي ما حكينا انه انت عندك في الهاكر رانك
ان انت ممكن تستعرض البروبلمز هنا حسب انه هي introduction, strengths, sets. في عندك collections وينها؟ هاي بيجيب لك كل الكوليكشنز. تمام. طيب كيف الكاونت بتعد لك عدد العناصر؟ يعني هنا لو قلت انه ال3 دوت كاونت، لا كاونت انت بتديها باراميتر بتعد لك عدد العناصر، يعني عدل لي كم مره متكرر الاثنين ترجع لك واحد. طب لو اديته عنصر مش موجود الكاونت تبع زيرو. تمام. كيف؟ لين هذه بيلت ان فانكشن؟ لا بيلت ان فانكشن. في عندك فانكشنز كثيره انه انت ممكن تستخدمها زي السام والماكس. كيف؟ اللين والماكس والسام. وين؟ وين اللين؟ هذه حكيت انه بدنا ناجلها لموضوع الكلاسز، لانه هذه مرتبطه بال انه هذه نازله اصلا من السوبر كلاس الموجود في البايثون. بس هاي بيلت ان مش اوبجكت فانكشن، او مش يعني مش 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 فانكشن تاب على الكلاس. تمام. والمن تمام. طيب انا حسيبك مع الباقي انه انت تتعامل مع هذا الموضوع، بس ممكن انا ادي لك بشكل سريع. انا لو بدي اجمع الواحد والاثنين شو ممكن اسوي؟ 4 انت بتعرف تعمل iteration في البايثون؟ بتعرف تعمل loop في البايثون؟ في حدا ما بيعرفش؟ طيب for i in range، ما دام التنتين نفس الطول بحكي len الواحد، وبكون بعرف list فاضية هنا مثلا ال sum. هذه empty list، ممكن اعرفها بالطريقة هذه او ممكن اعرفها بالطريقة هاي، نفس الشيء بستدعي الكونستراكتور. يبقى ال sum dot append. شايف كيف تستخدم الدوال تبعت هذيك اللي هو الواحد of ال i زائد الاثنين of ال i. ممكن انت هنا تحط شرط انه condition انه بتقول والله اذا لين الواحد بيساوي تمام، ساعتها انت بتجمع وانت مطمن، وهيك انت بتطبع على هنا. ممكن اطبع لك الواحد يبقى واحد واربعة خمسة، اثنين وخمسة سبعة، ثلاثة وستة تسعة. طيب اكم لاين هدول؟ 5 lines. تمام. وانت استخدمت معاك دالة الابنت وعرفت ليست فاضية، بس هذا الكود يعني طويل كتير. كيف؟ ليست اوبريشن. كيف؟ مليني ألف سم سالين
نفتح نتأكد إن الأقرب هو شو الشباب تمشي المركز معه. أقول له. أصل له على. أنا بعمل سبيس بعدين بكتب فور بعدين بلا. فور اللي هو كتب الاستراحة. نفس الفور لأنه واحد. فور هذا كان بيكتب. فور هذا شو اسمه؟ أقول لا بفصل ولا ما. زين أيوة. نفس الفور. بعدين وراء بكتب إس. طيب نشرب شراء قبل الدكتور اول شيء ترجع في الألسان دكتورين اول شيء يوز الألسان نفس الصفحة الضرعة لا مش برضو لا مش برضو انت كنت ماشي صح بس لا مش اطلع من هذا طيب بدي اديكم دالة اسمها زد اي بي شو بتسوي هذه الدالة؟ بترجع لي list of pairs هذه بترجع لي إياها كأوبجكت عشان هيك أنا بدي أعمل لك casting لإلها as a list عشان أنت تتخيل كيف شكلها كيف؟ بالضبط أنت عندك L1 1 و4 تأخذ 2 و5 3 و6 هاي 1 و4 2 و5 3 و6 فهاي بدي استخدمها طب لو كانت لستة اطول من الثانيه بالضبط قال ثلاثه طويله صح بس لغايه ثلاث عناصر اللي هي اللست الاقصر فبالتالي المجموع بقول له لو سمحت اعمل لي لستة فاضيه والمجموع هو عباره عن a زائد b وال A زائد B هذه بدي أعمل عليهم iteration for A, B, N, Z, I, B الواحد الاثنين طبعا احنا متعودين على الفور بتحط statement لكن اللي صار هنا احنا عملنا العكس بتحط statement A زائد B 4 وكأنه انت بتقلب الاوردر تبع الكلمات وهذا اللي احنا بنسويه في اللغة تبعتنا انت بتقول انه كل يوم انا باجي على التدريب وبتقول على التدريب كل يوم انا باجي تمام فتقدر تستخدم بنفس الكيفيه فبالتالي بيصير بدل ما كان في عندك 5 lines هنا صار في عندك line 1 كيف ما احنا حكينا انه هي الاوبريشن هذه السيف بتاخذ على الاقصر بدك انه انت تعمل assertion قبل بتحط if statement قبل هاي يجمعها مع يكمل باقي اصفار ممكن ساعتها بتعمل extend للسم ببقية العناصر من الليست الاطول تعملها slicing نعمل سلايسنج لنفترض انه انا بدي اعمل هنا سم مع ال3 هاي ال1 سم او ال سم يا 2 و4 و6 تمام الان بدي اكمل بقيه العناصر ال3 ايش في عندي فيها 4 5 6 7 فبالتالي بروح بحكي انه الألسم قال 3 بس مش كلها من وين من ثلاثة للآخر تمام هيك صح لأنه زميلك اللي بحكيه إنه ثلاثة إنه هاي الشغلة إنه أنت يعني هذه إنه أنت بتقول إنه ال value hard coded وتكون ضابطة معاك لو صار في تغيير في الليست
بتكونش طاقة. فبالتالي الأفضل إنه أنت تعمل لين لغاية الآخر. إكس. تمام. فيطلع المجموعة 2 4 6 هيو، وكمل بقية العناصر اللي هو من 4 ل 7 هيو بنزله. تمام. فهاي الزد اي بي حتمر عليك كثير، حتلزمك تنسر فلو، بدك تعمل اتريشن على شغلات كثيرة، فهيك صرت عارف كيف ممكن تستخدمها. نيجي الآن للتابلز. بقية الميثودز هدول بدك تتمرن عليهم لوحدك، تشوف ايش بيصير معك، وهي اعمل براكتس، اعمل لك نوت بوك وابدا اعمل براكتس عليه. نيجي الآن ل التابلز. ببساطة شديدة جدا جدا بدناش نطول في الموضوع، انه التابل is immutable list. بالضبط. كيف التعريف تبعه؟ مثلا على سبيل المثال انه point، انت عندك الليست الاقواس تبعتها brackets مربعة، أما هذه أقواس زي هيك ثلاثة شو الميثودز؟ شو بتتوقع يكون؟ الله ينور عليك. خلينا أحط لك إياها بجملة print. يبقى السورت مش موجودة بتعدل، الريفرس مش موجودة بتعدل، الانسرت مش موجودة، فأنت عندك بس الكاونت والاندكس بس، الباقي كله بيعدل على الليست. طب شو الفائدة تبعتها؟ أنت لو كنت بتتعامل مع بيانات وعارف إن البيانات هذه أنت مش محتاج إنه أنت تعدل عليها، فبتكون أسرع تتعامل معها as tuple من إنه أنت تتعامل معها as a list في الذاكرة. تمام. وطريقة الوصول لها بالانديسيز نفس الليست بالضبط. يعني هنا انت عندك الواحد، بدك تجيب اول عنصر اوف الزيرو، صح؟ وهنا في التابل نفس الشيء، بوينت نفس الليست بالضبط، بس زي ما حكينا اللهم انه ما فيش تعب. هيك بنكون خلصنا الليست، بس بدنا نحكي على الكومباريزن. هذا موضوع مهم جدا لانه حيلزمنا في الدكشنري انت تعرف كيف بتم المقارنة بين الليستس. ثلاثة او اثنين وثلاثة اكبر من واحد وسبعة. هل اثنين وثلاثة اكبر من واحد وسبعة؟ ليش لا؟ بتطلع على اول عنصر، اول عنصر كان اكبر خلاص. متى بتطلع على العنصر الثاني؟ اذا كان في تساوي. تمام. يبقى هاي ترو. واضح كيف طريقه الكومباريزون اللي هو بيشتغل فيها؟ انه بتطلع على اول عنصر، واول عنصر كان انه الشرط بتحقق انه انت بتفحص اكبر من، هل اثنين اكبر من الواحد؟ اه اكبر من الواحد، يبقى خلاص ترو، ما تطلعش على الباقي. طيب لو واحد فشل بتطلع على الباقي كيف؟ صحيح. تمام؟
لا اذا كان تساوي بتطلع على بعدي، اذا كان فولس خلاص يبقى هنا واحد واحد واربعة هل هو اكبر من خمسة وتسعة؟ طب ماشي بدي احط لك انه الثانية اكبر هاي عشرة برضو فولس تمام؟ يبقى دائما انت بتطلع على اول عنصر، ما انت بتطلع على العنصر الثاني فقط في حالة تساوي. يبقى هنا ناخد خلينا نحط في حالة تساوي خمسة تمام؟ هل العشرة أكبر من التسعة؟ ترو. هل السبعة أكبر من التسعة؟ فولس. واضح اللوجيك؟ هيك بتكون خلصنا التابلز. الديكشنريز. الديكشنريز واحدة من أهم الكوليكشنز اللي أنت بتحتاجها في الداتا ساينس، وهي كستاندرد يعني مستخدمة في يعني كستاندرد في لغات برمجة عديدة. تمام؟ إيش الفكرة في الموضوع؟ الكي والفاليو. تمام؟ الفكرة في الموضوع إنه أنت بدل ما تتعامل مع الفاليوز إنه الإنديسيز تبعتها 0 و1 و2، يعني لنفترض إنه أنت في عندك هنا انه بدك الاسم بدك الديبارتمنت وهل يعقل انه انت تضلك ضل يعني حافظ الانديسيز للفاليوز هدول؟ لا. فبدي اياك تتخيل الديكشنري انه هو عباره عن ليست ولكن الانديسيز تبعتهم مش ارقام 0 1 2 3 عباره عن كيز بالضبط. فبالتالي الديكشنري الفورمات تبعه الاقواس تبعته براكت زي هيك تبعت المجموعه تحط كي فاليو نقطتين البس الكمامات يا استاذ هذا العنصر الاول عفوا انه كي نقطتين فاليو هذا العنصر الاول كوما العنصر الثاني كي فاليو تمام وهكذا كيف تمام فبالتالي لو بدنا نعرف الستودنت هذا as a dictionary فبيكون انه ال ID بتساوي 1 2 3 مش بتساوي نقطتين و ال name احمد و ال depth IT تمام؟ بدك تتعامل الآن كيف؟ نعم انت جاي متأخر؟ روح اطلب منه لو سمحت روح اطلب منه ساعتها بتتعامل معها زي الليست بالضبط بدك تجيب فاليو معين بتقول student
فبدل ما انت كنت تقول هنا office 0 صرت تحط بدالها الكي. تمام؟ ايش الدوال اللي موجودة معاك؟ عندك الكلير تمسح العناصر، كابي بتنسخ العناصر، فروم كيز لو انت بدك تستورد ديكشنري من كيز معينة، الجيت هنشوفها الآن، الايتيمز بترجع الكيز والفاليوز، الكيز بترجع الكيز بس والفاليوز بترجع الفاليوز بس، والبوب زي ما تعودنا بتعمل شغلتين، تحذف وبترجع بالضبط. في بوب ايتم حقت حنشوف الفرق بيناتهم. تمام؟ وفي انا عندي الابديت لو بدك تعمل ابديت لكي معين. خلينا نشوف. نعم. بيمشي الحال. هذا كلام في الباندرز، تقدر يعني تستخدم اسماء الاتريبيوت زي هيك مباشره لانه هو بعرفها كاوبجكت. طيب بما انه احنا بدينا بالجيت، هو لازم بحكي على لما في شيء ممكن نحول الديكشنري نفسه لاوبجكت، والكيز دي عباره عن ما يعني بحكي لك انه هذا كلام حنشوفه في الباندز. في الباندا لما نتعامل مع البيانات كذا داتا فريم انه بنتعامل معها بهذه الطريقه. طيب الان لو حكيت student of الايش، ايش نوع الايرور؟ نعم. طب كيف اتجنب هاي المشكله؟ اذا الكي ساعتها اطبع لي هنا طبعا طبعاش بطبيعه الحال لانه مش موجود. طب لو حكيت زي هيك كمان مرة هيك ايرور وهيك هذا اضافة. شوف بالضبط، يبقى هذه عبارة عن عملية add item اللي هو عبارة عن الايتم هو key value. طب كمان مرة update. تمام؟ يبقى اذا كان الكي موجود عمليه الاساينمنت بتعمل ابديت، مش موجود بيعمل اضافه. الفور لوب ما عملتش فور لوب انا، اف ستيتمنت هذه ما عملتش غلط. بقول لكم خلي بالكم، بذكركم انه ستودنت اوف الايج وهي مش موجوده، الاكسس لإلمنت معين والكي مش موجود بيطلع لك ايرور. فكيف تتخلص منه؟ باستخدام الاف ستيتمنت. الان حدي لك شغله يعني بالاف ستيتمنت. الان اذا انت عملت بهاي الكيفيه هذا تعتبر عمليه اضافه، واذا كان اوريدي موجود تعتبر عمليه ابديت. الان حدي لك شغله انه انت تختصر عليك هذا الكلام اللي هي موضوع الجيت.
لو طلبنا منه الجي بي اي يقول لنا، وعشان تتأكد انه هو نان هحط لك اياه في print statement. تمام؟ فايش بتعمل الجيت؟ كان كي موجود بترجع لك value، ما كانش موجود بترجع لك نان. هذه النان تقدر تغيرها اكيد بطبيعة الحال، فبتقول انه اذا كان في جي بي اي رجع لي اياه ما كانش. مش انيشال، ديفولت فاليو، ديفولت فاليو بالضبط. وهذا الكلام ممكن ينطبق، انت عندك هنا ممكن تحط الديفولت فاليو زي ما بدك. الادرس غير متوفر، اني نوت افيل. تمام؟ طيب شوف لي هاي اللي انت هتستخدمها بكثرة، student.items برجع لي اياهم از ايش؟ تابل. تمام؟ الكيز والفاليوز تمام؟ نعم. كيف؟ طيب اجيت انا عشان اقدر اقول لك شو الفرق بيناتهم، بدي افتح الانتراكتيف بايثون كونسول عشان يطلع لي ايش البارامترز الموجوده جوا، واقدر اقول لك الفرق بيناتهم. يبقى البوب بدك تديله كي معين، والبوب ايتم بترجع لك اخر واحد، نظام الليفو اوردر. تمام؟ يبقى هنا لما اقول pop لازم اديله كي معين، بقول له هنا الجي بي اي، بدنا نحذف الجي بي اي. تمام؟ وبدي احط لك اياها في print statement، او بلاش print statement عشان انه هي بتعمل return، بدي اخزنه في متغير جي بي اي بتساوي، وبدي اطبع لك كيف؟ ايش ايش اوكي. تمام؟ فالان بدي اجيب لك شكل الدكشنري، بطل في ايج الاول، هيو في ايج في الكيز. تمام؟ هيو ايج 24، وبدي اشوف انه الفاليو هذه انه خزنت فيها. يبقى البوب ايتم او عفوا البوب شو بتسوي؟ تديها كي معين، تحذف الايتم هذا كله وبترجع الفاليو تبعته.
اما البوب ايتم ايش اخر عنصر انا عندي موجود؟ الدبت. تمام. يبقى هنا لما اعمل وهنا بدي احط ايتم بتساوي وبدي اشوف الايتم هذا اوبس ديبارتمنت صارت محذوفة. تمام. وبمناسبة في عندي فاريبل اسمه ايتم انا حذفت الكود تبعه بس موجود لسه في الذاكرة على ما اعطى. هذا topic depth و item. تمام. واضح الفرق بيناتهم؟ طيب اخر كوليكشن اللي هو الست. باختصار الست هو عباره عن مجموعه من العناصر الغير متكرره. مجموعه من العناصر الغير متكرره. بالمناسبه الديكشنري في تكرار؟ لا لا ما فيش تكرار بالضبط. تمام. كيف بعرفها؟ بعرفها بالكيفيه هاي. تمام. يبقى الاقواس تبعتها زي الديكشنري وبس مجرد عناصر بدون دوبليكيتس. مش نظام كي وفاليو كي نقطتين فاليو لا. تمام. ايش الدوالي الموجوده انت عندك؟ في عندك ابديت وفي عندك ريموف وفي كوبي وفي اد بالضبط. الان انا عندي هاي عناصر الست. لو حكيت له سي موجوده اصلا طيب لو حكينا له دي بالضبط. ولو احنا طلبنا منه انه يضيف لي شغله موجوده اوريدي اوريدي مضاف لانه هو فيش تكرار. ميوتابل ممكن نعمل ابديت وممكن تعمل اضافه. ما دام انت عملت اضافه لايتم يبقى بتقدر انه انت تعدل على الاوبجكت نفسه. تمام. هذه ممكن انت تستخدمها على سبيل المثال لو انت بتعمل سكرابينج لويب سايت وانه كل اللينكس بدك انه انت تجمع اللينكس بدون تكرار. فممكن تجمع كل اللينكس في ست انه هذا اللينك انت عملت له فيزيت او لا. نعم. واحدة بس. نعم. دخل الايتم انت هتنسين الايتمز. اعتقد انه
أو تعمل فوق عليه بالضبط. فور عليها إنه هي إيترابل. إيترابل. تمام. كيف؟ مش عشوائي، اكيد في طريقه ترتيب معين. الان الدي هذول انه انضافوا من الاول وهذه انضافت في الاخر، نظام الليفو. تمام. خلي بالك في هذا المثال بحاول أجمل لك فيه كل الكوليكشنز اللي يعني هنستخدم فيه أكثر من كوليكشن. طبعاً إيش المطلوب هنا؟ بدنا نعد تكرار الكلمات، مش الكلمات، word frequency. لأنه تكرار الكلمات ببساطة إنه هاي التكست لما تقول زي هيك شو بيعطي لك؟ عدد الأحرف. يبقى هنا هذا عدد الأحرف 4000 حرف. أنا بدي عدد الكلمات. كم كلمة؟ split by default على ايش؟ على اي اساس بتفصل؟ نعم. لو كان في اي ايش؟ هذه عشان البروجيكتور هنا استنى. على التنتين من عشرة. لا من تسعة، هو كل يوم يفطر من تسعة للتنتين. كيف؟ استنى شوي. بدك تجيب عدد الكلمات بتجيب split by default إنه ال white space delimiter هو ال white space. كيف؟ انت بتحدد الديليميتر، انت بتحدد الديليميتر. الان هنا انت بتحدد الديليميتر اللي بدك اياه. لو بدنا اجيب عدد اللاينز بتقول سلاش ان، بدك يعني بدك تعمل سبليت. بعد ما تعمل بعد الوايت سبيس بدك تعمل سبليت اضافي على اساس الاندرسكور، تعمل لوب ثاني. نعم. فهذه انه نمبر اوف لاينز انه هذه عباره عن 3 لاينز. تمام. لو طلعت هنا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم.
بتعرف الشباب كيف حالكم؟ طبعا احنا اليوم جايين نرحب فيكم للمره الثانيه بعد ما رحبنا فيكم اول مره بدايه المشروع. اليوم ترحيب يعني من نوع خاص بعد استئناف المشروع، كان الحمد لله يعني قرار يعني اسعدنا جميعا، لانه زي ما انتم عارفين وكنتوا على تواصل معنا كان في يعني شبه قرار انه نستأنف المشروع بشكل اونلاين، وحتى لو بغض النظر عن اقتناعتنا موضوع انه بيكون توتالي اونلاين المشروع او بشكل جزئي، فالحمد لله انه على الاقل المرحله هذه اخذنا قرار انه يكون بالشكل التقليدي بطريقة الوجاهيه. موضوع التحول الى اونلاين بشكل كامل ان شاء الله بيجي تدريجيا. فاليوم احنا برحب فيكم في استئناف المشروع، وحابين ناكد على كم من شغله. طبعا برحب مهندس صايب عبد النبي الممثل الجهه الممولة للمشروع مركز تطوير المؤسسات الاهليه. بدنا حابين ناكد كم من نقطه بعد اذنكم، بعد اذن الدكتور معتز. طبعا اول شيء اللي يعني انتم شايفين يعني بشكل الانفس يعني لما تم اختياركم للمشروع، بشكل الانفس لما تم استئناف المشروع، وحابين الالتزام التام من الجميع بالمواعيد الحضور، بالمشاركه مع المدرب، بتحقيق افضل نتائج ممكنه، لانه النتائج اللي حنحققوها حنبني عليها احنا كجهة منفذة، والممول حيبني عليها من جهته، فعشان انتم تستفيدوا وتفيدوا ناس تانيين من وراكم ان شاء الله من خلال نتائج تحققوها، فلازم الالتزام التام يا شباب المواعيد، وخاصة مواعيد البريكات ومواعيد الحضور مبكرا، لانه احنا عاملين جدول معينة لكل الميكروبات موضوع هو الخروج من القاعة. شغلة تانية حابين ناكد عليها تتعلق بالاخوات، لهم موضوع يتعلق حكينا بداية المشروع موضوع الالتزام بالحد الادنى باللباس، فانا يعني شايف مشاكل بس باب التأكيد لازم انه نكون ناكد عليها، واحنا زي ما حكينا في البدايه احنا نفرضش في الحاضر عندنا جلباب او عباءه، بس انه يكون في حد ادنى في اللباس الشرعي، وهذه سياسه عامه نلتزم فيها. وزي ما حكيت سابقا انه اي مكان بالعالم تروح بتزوروه في اوروبا في امريكا، بقول لك قبل ما تروح مكان رسمي قبل ما تروح بفرض عليك ايش اللبس اللي تلبسه. انا شخصيا لما كنت اروح ادخل مباني لازم بقول لك تلبس رسمي، غير رسمي مش حتدخل، ممنوع. وحتى يتعلق بالسيدات كان في لباس زي مناطق معينه امال او اماكن لازم تكون ملتزمه بلباس رسمي او غطاء راس او كلام، ما علينا، فهي هذه سياسه عامه فلسفه عامه للجامعه ولازم نلتزم فيها. طبعا احنا يعني بنستنى منكم خاصه مع وجود الدكتور معتز، يعني بنستنى من نشوف مجموعتكم بشكل خاص يعني انجاز او تحقيق شيء ممكن نستند عليه يعني نعمل عليه قصه نجاح وننشرها بكل وسائلنا المختلفه ووسائل المول، عشان هيك الشباب بدنا افضل جهد ممكن تعملوه مع الدكتور معتز ونسمع منكم دائما اخبار طيبه. تمام؟ اخيرا بالنسبه لي انا يعني اي مشكله بتصير معكم شباب مع حد فريق المشروع في الجامعه في الامن في الخدمات مع مدربين، انا هي مكتبي موجود في 402 بالحاضنه، في اي وقت اهلا وسهلا فيكم. تمام؟ حاضر بس المهندس صائب يرحب فيكم ويحكي لكم كم من شغله تتعلق في سير العمل في المشروع. طيب الان الديليمتر، انت بتحدد الديليمتر بدك اياه، بدك تفصل على شكل باراجرافز او سنتنسز بتعمل كوما، بدك انه جمل بتعمل دوت نقطه بيريود، فانت بتحدد اللي انت بدك اياه. طب لو بتحول الليست بحط بس ليست قبل المسين لا يعني هاي هعملك اياه. تمام؟ وهيك أنا بديش أعرض لك كل الكلمات، بدي أعرض لك أول 10 كلمات من الأول لغاية 10 سلايسينج. تمام؟ طيب يبقى الكلمات أنا عندي وين مخزنة؟ مخزنة في words. كيف بدنا نعدل تكرار الكلمات؟ اكيد بطبيعه الحال بيلزمني شغلتين، ايش هو؟ الكلمه وتكرار. كلمه وتكرار، ماشي. طب هذول الشغلتين لكل كلمه يبقى ايش بيلزم؟ ديكشنري. فالكي بيكون هو الكلمه والكاونت هو الفعل. طيب يبقى بدي احكي انه count deck بتساوي dictionary فاضي، او ممكن تعمله بالتي. نعم for loop forward in words.
قطعناهم احنا اوريدي. ممكن بالتاب انه بعمل لك اوتو كومبليت برضه حتى في الجبت. اذا كانت موجوده ظبط على الكام ما دام شلت ال... ما دام هيك هيك صارت اضافه. نعم تمام. كم كلمه هم 700؟ نعم. وهي بدنا نشوف ميدلستون 1، هم 6، سيز 1، دو 6 and so on. كيف؟ أجيب الاندكس تبع ايش؟ ثواني بس خليك معايا، خليني واحدة واحدة. الآن عدد الـ بدي أجيب إنه السم للـ count dot values. مظبوط تمام. زميلكم بحكي إنه أنا بدي أجيب الـ index تبع كل الهم هاي على سبيل المثال، إنه هي متكررة 6 مرات. أو بلاش نطلع فوق كتير، خلينا من تحت نختار واحدة متكررة كتير. لا هذا مش ترتيب، فيش ترتيب خالص. أنا عندي كلمة ريفيرس مكررة مرتين، شو الانديسيز تبعتها؟ أنت بتقول في النص الأصلي. جاب لك الاندكس الاول. تمام؟ لا انا بدي، لو بدي انا انه انا في عندي اكثر من تكرارات، اكثر من تكرار، اكثر من اندكس. تمام؟ بس دالة الفايند هاي انا بس بدي ترتيب البارامترز عشان هيك انه ال ماشي. بدي اورجي له ايش البارامتر الثاني اللي بده يعطي له اياه، بعديها بنعمل هذا الكلام في فور. يبقى هنا انت عندك substring وهنا الستارت والاند. بالضبط بالضبط. فانا هنا بدي اقول له انه ابدالي من بوزيشن 1، هيك بجيب لي بوزيشن 2. وهنا يطبع لي
لا تمام. تعمل هذا الكلام في فور لوب، تكتب دالة هيلبر فانكشن فايند اول وبتلف عليهم، وانه كل مرة لغاية لما انت تصل للاخر اندكس. صحيح يبقى انت بدك تشتغل على الوردز. لا 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 هو كلامه مظبوط، احنا بدنا نشتغل على التقطيع، بدنا نشتغل على الكلمات. هذا ترتيب هالكلمه 541. يا استنى شوية. تعمل words و quotation و انت ممكن تكتب utility function. انا يعني اعطي لك حل مبسط، وممكن اول شغله زي ما اسمع اجيب على الكلمات. خلينا ادي لك اياها بالمره، بدي لك الداله بالمره. def find طبعا البيست براكتس عندك في كتابة الدوال انه زي ما حكينا انه انت verb phrase find، هذه مش verb بس هذه verb phrase find all indices. تمام، والبيست براكتس انه انت تمرر باراميتر وترجع قيمة، ما تعملش اي او جوا الدال. شو السبب؟ السلام عليكم، مش عارف الترتيب تبعها input output. ما تعملش اي او انبوت اوت بوت جوا الداله. ليش؟ لانه انت لما تعمل تعطي كلمه كيف؟ عشان كان ممكن استنى لسه جاهزه. طب ايش الاحسن؟ الاحسن انه انت تمرر باراميتر وترجع قيمه، يبقى تعملش برنت ولا انبوت جوا الداله. لو انت عملت زي هيك، لو انت عملت زي هيك بتقيد استدعائها، تقدرش تستدعيها وين مكان، لانه انا ممكن استدعي الداله هذه بستخدمها في ويب ابلكيشن، ساعتها انت رجع لي الفاليو از سترينج مثلا او از نمبر، وانا بعملها ريندر انا مثلا في صفحه HTML، او ممكن اخذ الانبوت هذه في فورم HTML، او ممكن اخذ الفاليو هذه من يعني من من يعني من باكيتس انت ارسلت لي اياها عبر الشبكه، او الريتيرن فاليو هذه انا بدي ارسلها عبر الشبكه، ليش تعمل لي اياها برنت على الشاشه؟ برنت على الشاشه بتتوخر، رجع لي اياها، وانا اذا بدي بطبعها بطبعها، بدي ارسلها على الشبكه برسلها، بدي اظهرها على الويب بظهرها، بدي اظهرها في جرافيكال يوزر انترفيس بظهرها. تمام، هنا انت بتعرف البوزيشنز عبارة عن empty list، وهنا بتعمل forward in words. طبعا هنا if the word
طبعا هنا لازم نستخدم الانديسيز يعني انا بدي الاندكس نعمل كل الفانكشن وبندي له الوردز وايش بدك بدي كلمه ريفرس ريفرس ولا ريفرست خلينا على سوتابل في اس زائد في اس زائد لا فوق ايوه $712 و$721 تمام؟ بس دالة صغيرة بتجيب لك المطلوب. نرجع للمسألة تبعتنا. إنه إحنا إيش سوينا؟ بدنا نعد الكلمات، شو عملنا؟ كم سطر هدول؟ ست. بتقول إذا كانت الكلمة موجودة في الديكشنري بتزود على الكاونت تبعها أو الفاليو تبعتها بواحد، ما كانتش موجودة بنضيفها. تمام؟ بدنا نصغر الكود. كيف؟ واضح الكود؟ يا حدا مش واضح له الكود؟ نفس الاشي؟ وين عشان نتأكد ممكن نقول sum للcount ايش الفكره هنا الفكره هنا انه هاي الجمله تحتمل حالتين حاله الاضافه وحاله الابديت لو كان في انا عندي الكي هذا موجود حيرجع الفاليو تبعته وحيزود عليه واحد ما كانش موجود يبقى استخدمت الديفولت فاليو 0 0 زائد 1 1 وساعتها بتصير اضافه تمام يبقى بتسهل عليك الكود اكثر طب بدي طلع لي اكثر الكلمات تكرارا هو السبب هو صار يقول لك بدي شو اسمه اطلع كل الانديسيز تبعت الكلمات يعني مع انه ممكن يدور عليها بنفسه وهلقي جاي بده بريك يعني وانت جاي تقول انه انت بدك بريك ايش صار في عندكم بفر اوفر فلو ايوه
طيب هجيت في عندك داله بلت ان اسمها سورتد خليني احط لك اياها في جمله برنت ايش ملاحظ في الترتيب حسب الكي متذكر الكومبارزون في التابل فبالتالي هنا ببدا A كابيتال خلص الA كابيتال بدا B كابيتال C كابيتال وهكذا تمام بس انا ما بديش هذا الكلام ايش بدي بالضبط بدنا نعكسه بس ما فيش تكرار كيف؟ ساعتها بعكسهم بس وين؟ في ليست بالضبط فبالتالي هنا reversed انا بديش الفاليو تبعت انا يعني اوكي زميلكم بقول انه وانا بدي اعكس لك اياها ريفرس تساوي ترو جاب لي اعلى كلمه 11 بعدين 9 8 شو هي الكلمه اللي تكرارها 11 هذا كلام واحد مش مبرمج خالص فقلت بدنا نعكس واقول له بدي احط تابل في ليست في ليست مسموح التكرار في ديكشنري مش مسموح واقول له التكرار معكوس في كي for k v n هنا بقول ساعتها بقول sorted كمان reverse بدي اول 10 كلمات عشان بديش يطلع لي فهذا المثال 3 في 1 انه احنا استخدمنا الديكشنري 3 في 1 انا بقصد 3 كولكشنز في 1 استخدمنا الديكشنري وفهمت فيه كيف التابل كومباريزون انه انت استوعبت فيه تمام واستخدمت الليست انه انت عارف انه هو في شيء فيه تكرار وعملت لها سورت بشكل ريفرس فهذا المثال فعلا انه بدي لك براكتس كويس على الكوليكشن بضل عندنا الكلاسز بدكم تاخذوها ولا تاخذوا بريك بريك قديش نص قديش مدة البريك ربع ساعة